خلاص الجهاز اليوم صار داخل سوريا، هذا الهدف الأكبر. الحمد لله الحمد لله، اليوم يعني سعادتنا لا توصف صراحة، صرنا يعني أكثر من سنة عم نشتغل على هالموضوع هذا. بعد طول انتظار وبعد معاناة دخلت أجهزة تشخيص الشعاعي الخاصة بعلاج مرضى السرطان لشمال غرب سوريا. هاي الأجهزة هي المرحلة الأهم بعلاج مرضى السرطان. كانوا معظم المرضى الموجودين بشمال غرب سوريا يضطروا ليدخلوا لتركيا من أجل العلاج الشعاعي. العلاج الشعاعي راح يكون قيد العمل خلال أشهر قليل إن شاء الله. منظمة الأمين بالتعاون مع وزارة الصحة التركية قامت بإدخال هذا الجهاز لشمال غرب سوريا، تكلفته تقدر ب5 مليون يورو. خلال 3 شهور مثل ما خبرونا رح يدخل فريق أجنبي ليدرب كادر سوري للعمل على هذا الجهاز، لنوصل بإذن الله لمرحلة الاستقلالية، ما نكون عبء على حدا. هذا الجهد اللي صار هو بفضل صبر مرضى السرطان، صبر أهاليهم، بفضل التكاتف اللي صار بين الناشطين والأهالي، دخل هذا الجهاز اللي هو إنجاز بكل ما تعنيه الكلمة. ربنا يكون مع أهلنا بمرضى السرطان. رح نلتقي بمدير منظمة الأمين لنحاول نفهم منه أكثر عن طريقة وكيفية عمل هذا الجهاز. يعطيكم العافية دكتور، بعد طول انتظار دخل جهاز التشخيص الشعاعي اللي هو أهم مرحلة لعلاج مرضى السرطان للأراضي السورية لأول مرة. شو اللي صار حتى دخل؟ كان في حظر سياسي من دخول لسوريا؟ الله يعطيكم العافية. بداية بصراحة هو الفضل الأول هو كان بعد الله عز وجل للمرضى اللي صبروا كتير خلال الفترة الماضية الموجودين بالمناطق المحررة، بالإضافة لتكاتف النشطاء والإعلاميين وحتى المنظمات بشمال غرب سوريا اللي كلهم كان على صوت واحد على صدى واحد عطى للدول الثانية أنه هذا صار في حاجة كبيرة للناس أنه تتعالج ويكونوا لحق. نبعت الأهمية الكبيرة بعد الزلزال اللي ضرب تركيا وأنه توقف دخول الناس لمناطق التركية. صارت هون حملة، والحملة ربما سلطت الضوء على معاناة مرضى السرطان. نعتبر هذا الجهاز اليوم هو حدم امتداد للحملة اللي أنتوا فيها حضرتكم، أنتوا كتير من النشطاء، كان الصدى وصل من خلال هاي الحملة الأمانية مو بس لتركيا، وصل لكتير دول. فاليوم بفضل هذه الجهود كلها احنا عم نشوف أنه الجهاز دخل راديو سيرابي ودخل جهاز بيت سكان. جهاز بيت سكان مو موجود بسوريا أبدا بالأصل، حتى بمناطق النظام غير موجود، البيت سكان غير موجود أبدا. كان دكتور كم سمعنا عن تكلفة كتير كبيرة للجهازين لأجهزة العلاج الشعاعي، كم تقدر التكلفة تقريبا؟ بعيدا عن تكلفة الأجهزة وقيمتها اللي هي بتتجاوز ملايين اليوروهات، لكن بصراحة هو الفكرة أنه اليوم أنه خلاص الجهاز اليوم صار داخل سوريا، هذا الهدف الأكبر اليوم. وإن شاء الله خلال نحن متوقعين أنه الأشهر القادمة يبصر النور ويشتغل الجهاز، وإن شاء الله منخفف على أهلنا عبء الدخول على تركيا والشنشطة اللي عم يعانوا منها. هو كنت أسألك يعني في مدة محددة ليدخل هذا الجهاز قيد العمل؟ المتوقع مع الشركة المشغلة خلال 3 أشهر يبدأ العمل مباشرة إن شاء الله. بكادر سوري أو أجنبي؟ الكادر رح يكون أجنبي بالفترة الأولى، رح تتدرب كوادر محلية لفترة معينة، لما تكون الكوادر المحلية قادرة تشغل الجهاز بعدها رأسا مباشرة رح يكون إن شاء الله تشغيله بكوادر محلية. يعطيكم العافية دكتور. الله يعافيك، أهلين هادي. وأخيرا دخل الجهاز اللي هو حلم. الحمد لله الحمد لله، اليوم يعني سعادتنا لا توصف صراحة، صرنا يعني أكثر من سنة عم نشتغل على هالموضوع هذا. كان عندنا 3 تحديات، أول تحدي هو نحصل على الإذن بدخول الجهاز لسوريا، ثاني تحدي نحصل على الجهاز، والثالث جاي إن شاء الله، لكن دائما التحدي التشغيل وهذا موجود محلول إن شاء الله فالحمد لله. المرحلة الأولى اللي هي الأصعب باعتقادي هو الإذن، أنا بعرف أنه كان في حظر سياسي للدخول للأراضي السورية. مما لا شك فيه كان في حظر، الإذن بصراحة نتعب عليه كتير كذا جهة، بتشكر كل الجهات اللي ساعدت بالحصول على الإذن، شبابنا الله يعطيهم العافية كمان اشتغلوا شغالين بشكل دائم بين أنقرة وبين عنتاب، مهم الحمد لله. الحمد لله وصلنا. طيب كم بتقدر الوقت لحتى يبدأ هذا الجهاز العمل؟ يعني نحن متوقع خلال 3 شهور، لأنه البناء له مواصفات خاصة، ففي شركة خاصة هي اللي عم تشرف على البناء. البناء لازم يكون محمي، الشمنتو لازم يكون مطعم بالرصاص، في مخدات رصاص موجودة بالحيطان، فبياخد الموضوع شيء 3 شهور عبين ما نبلش إن شاء الله نستقبل أهلنا نعالج الحالات فيها. دكتور باعتقادك أنه ممكن نوصل لمرحلة اكتفاء الذاتي أو مرحلة الاستقلالية بأنه مرضى السرطان يتعالجوا هون وما نكون عبء على حدا؟ هلا مما لا شك فيه الهدف من الخطوة الشيء اللي عم نسويه اليوم هو أنه احنا يكون في عنا اكتفاء ذاتي، ما بقى أصير نعبء. الفكرة مو بس بالعبء، الفكرة أنه الناس اللي عم تطلع على تركيا مشان تتعالج عم تواجه مشكلة، يعني مشكلة نفسية وعم تواجه مشكلة مالية، أنه أول شيء بدون مرافق عم يكون بدون مرافق بعدين يعني أساسا حالة مريض السرطان هي حالته النفسية تعبانة، فلما عم يطلع لهنيك عم يواجه صعوبة، عم يتأخر أساسا على مرحلة العلاج بسبب الإذن.
بعد ما بيخلص الإزر عنده مشكلة الروحة. الفكرة أنه لما عم يفرزوه بيجوز يفرزوه على مدينة بعيدة فعم يعاني. مهم اللي بده يصير اليوم إن شاء الله بس نخلص البناء، اعتبارا من بعد 3 شهور إن شاء الله المرضى راح يتعالجوا هون بكامل المرض. بين أهاليهم الله، بين أهاليهم، وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء للجميع. آمين يا رب.